ورجعنا لكم تاني بسرعه عشان عارفين ان احنا اكيد اكيد وحشناكم زي ما انتم بتوحشونا في الشويه الصغنطتين دي، ويا ريتكم تبقوا قاعدين معانا في الكواليس وفي الفواصل وتشوفوا ايه اللي بيحصل. بجد انا مش عارفه اقول لكم ايه، والنهارده من اسعد الايام واحلى الحلقات اللي انا مبسوطه فيها جدا عشان منورني فيها بوي فان. ميرسي يا حبايبي. ودلوقتي هنلعب معاهم ماذا لو؟ طبعا انتوا عارفين اللعبه بتتلعب ازاي، بس بما ان هم ثلاثه في واحد فهنحاول نقول لهم السؤال وهم يتناقشوا. لو هتقدموا اغنيه فيلم وحد من الابطال دول هيكون هو بطل الفيلم ده، تختاروا انهي فيلم اللي تعملوا له الاغنيه بتاعته؟ فيلم ليه احمد مكي ولا احمد حلمي ولا احمد السقا؟ انا عارف بالنسبه لي. ايه ده والله؟ اتناقشوا بقى ونشوف بقى، يمكن اغلبيه. مين انت؟ طب ايه؟ بالنسبه لي انا يعني مش عارف. قول بص، بيقول لك انا عارف بس انا مش عارف. ايه بقى؟ هو احساس ايه؟ احمد حلمي؟ مع اني بحب التلاته. هو انا حاسس ان علينا احنا هيبقى احمد مكي مش احمد حلمي. مكي؟ انا احمد حلمي. وانا احمد حلمي. يبقى صوتين لاحمد حلمي. يبقى معانا صوتين لحلمي وصوت لمكي للاسف، يبقى البتاع هتروح لحلمي. حلو، يبقى احنا نعملها فوت. لو هتقدموا دويتو واحد دويتو، تختاروا مين اللي يقدمه معاكم؟ هيفا وهبي، وانا عرفت الاجابه تقريبا. هيفا وهبي ومش محتاجه اكمل، يبقى راحت لهيفا وهبي عشان هشام مش هيختار غير هيفا وهبي. ده حتى لو هم عايزين حد تاني. يعني حتى لو الاغلبيه راحت يعني لحد دي تاني. ما فيهاش فوتس، دي فيها خلاص حق الفيتو. اوردر. اللي هو بالظبط. يعني انا ما شفتش مين. لا بس احنا هنتفق. احنا ما لحقناش. انا شفتش مين بس مش مشكله. مش مختلفين بس خلاص. يعني هيفا هيفا طبعا هيفا. طبعا مش محتاجه. السؤال اللي بعده. اوكي. لو هتمثلوا فيلم من افلام فهمي وشيكو وهشام، بما ان هم تري وانتوا كمان تري، حلو، فهتختاروا انهي فيلم من الافلام دي تمثلوا؟ حلوه دي. فيلم سمير وشهير وبهير ولا بنات العم ولا الحرب العالميه الثالثه؟ ايه انت سمير وشهير وبهير. وانت صوت لسمير وشهير وبهير. انا برضه سمير وشهير وبهير. صوتي لسمير وشهير وبهير. وانا سمير وشهير وبهير. ويبقى معانا ثلاثة فوت لسمير وشهير وبهير، ومبروك عليكم في سمير وشهير وبهير. انا كمان بحب الحرب العالميه. وانا بحب الحرب العالميه. بحب الحرب العالميه الثالثه قوي، بس سمير وشهير وبهير بالنسبه لي كان يعني حدث خطير، حاجه كان مختلف قوي عن. طب تفتكروا كل واحد فيكم هيعمل دور مين في سمير؟ اكيد ده هيعمل بهير. ده مهبور يقول لي مهبور. مين شيكو بقى؟ هو كان شيكو فهمي كانوا بيعملوا ايه؟ شيكو كانوا بيعملوا ايه في الفيلم؟ نسيت والله. هقول لك انا. واحد كان واخد شخصية السقا. انت اللي بيحب يمثل. ايوه شيكو. والتاني بنات وجيتار. التاني بقى بنات. انا هعمل شيكو. ايوه. انا انت فهمي وانت شيكو. ايوه هو يعمل كلب السقا. طيب لو رجعتوا بآلة الزمن لورا وهتعملوا فيلم بطولة مع إحدى الفنانات دول، تختاروا مين من الفنانات دول؟ شادية، سعاد حسني، صباح. سعاد حسني. اصبر اصبر اصبر. طب نتريث. صوتين لسعاد حسني. الزول. ايه بيعمل غلبان دلوقتي عشان نتجه لرأيه. أنت عارف الحاجات بتاعت شادية؟ لا. ما أنت شفت؟ أنت على ضمانتي. شادية. شادية. بقى صوتين لشادية واقنعه. بسهولة. لا بسهولة اصلا، ما خدش مجهود خالص. بمنتهى السهولة كانت في ايدك يا سعاد وراحت لشادية. وصوت طبعا هنعمل ايه؟ حبيبي مبروك عليكم شادية. شادية انا بحب التلاتة وكل حاجة، بس شادية في شيء، وبعدين شادية اصلا مطربة. مش ممثلة. بس سعاد برضه في الغنى فظيعة. طبعا جميلة جدا، بس قصدي شادية اصلا مطربة. ومثلت وكانت رهيبه في التمثيل ودمها خفيف قوي قوي، وفي الغنى صوتها مش طبيعي في الجمال. فانا لو انا بعشق سعاد حسني، بس لو ما بين سعاد حسني وشادية اكيد بالنسبه لي شادية. السؤال الاخير. لو انتوا هتختاروا واحده من الفنانات دول على اعتبار مثلا ان هم في العالم الاخر مش متجوزين، فتختاروا واحده منهم تتجوزوا،
فتقولوا لي هتختاروا مين. هنتجوز احنا الثلاثه بس يعني اه يعني الثلاثه واحده كده. كل واحد يختار مره. كذا واحده بتطير واحده. كذا واحده بتطير واحده. ماشي. فهنعملكم على ثلاث مرات. اوكي؟ على كل واحد يختار مره. طب استنى طيب ماشي. ماشي اوكي يلا نبتدي بهشام. ماشي. يلا. ما بين هيفاء وهبي. مش موجودة؟ ما بين منى شلبي وياسمين صبري. طب ابدأي بمحمد. لا لا انا عم استني انا مستني حاجة معينة. هيفاء وهبي هتطلع؟ هتيجي ان شاء الله. يبقى انا قاعد لحد ما هيفاء وهبي تطلع. ابدأي ياسمين صبري حلو. ابدأي بس. طب ابدأي. طب وانت يا شيخ؟ لا منى شلبي. ومنى شلبي تطير ياسمين صبري. طيب وما بين منى شلبي ومايا دياب تختاروا مين؟ اختار يا محمد. محتار ها؟ ينفع اخد الاثنين؟ واحدة لازم. منى شلبي. منى شلبي لتاني مرة. ده الفريق هيتخانق على منى شلبي يا جماعة. قطع. طيب ما بين منى شلبي خلاص وصوفي نار. ده بيحب صوفي نار. خلينا بقى خلي محمد يختار صوفي نار. لا ثانية ايه ايه مش ده دوري؟ طيب انا اسف جدا يا محمد. منى شلبي. منى شلبي ايوه ايوه ومنى شلبي وطيروا صوفي نار لمحمد فؤاد للأسف. وتحية لمنى شلبي. طيب ما بين منى شلبي ومريم فارس نختار مين؟ دور عليا صح؟ محمد جمال. محمد جمال. لا مريم فارس. مريم فارس طيرت منى شلبي. بحزن كده كانت صادق. ما بين مريم فارس ويسرى اللوزي. يعني يسرى اللوزي. الحلو الاحمر اللي هو ايه مش قر ده. انا عارفه يسرى اللوزي طيرت منى شلبي. مريم فارس. مريم فارس. انا معلش حد بقى معلش. وما بين يسرى اللوزي وهيفاء وهبي. هيفاء وهبي. وخلاص هي اللعبه تعتبر برضه. ولو حد فكر يطير هيفاء وهبي البند ده هيتفك بقى. بس نبقى متفقين. طيب وما بين هيفاء وهبي و انا صاحبك برضه نور. هيفاء وهبي. لا هيفاء وهبي. هيفاء وهبي مكمله معانا. ايوه مكمله معانا. مع اني بحب نور والله. وانا والله. طيب ما بين هيفاء وهبي ونانسي عجرم. ومكمله معانا هيفاء وهبي. ايوه بقى. ايوه ايوه. وما بين هيفاء وهبي وهنا الزاهد. وطارت هيفاء وهبي. ثانية واحد. دور محمد اصلا. ايوه دور. لا محمد. ده دورك والله. دور محمد. لا ده برنامجي بقى وانا ماشيه زي ما انا عايزه. دورك. طب ما هو دور محمد والله. دورك. انا عايزه عندك. ظلم. هيفاء وهبي وهنا الزاهد. خد الاثنين. اصل هيفاء. مش البند كان هيتفك خلاص. بس هنا حلوه برضو ما شاء الله. يعني نقول ان اجابتك هنا ازاي بصراحه. ومبروك عليك يا هشام هنا ازاي. واحنا اللي هنرسم قلب كبير لاجمد بوي باند. وهنطلع فاصل ونرجع لكم. استنونا. طيب ماشي. دلوقتي هنلعب مع بعض بقى لعبه جميله قوي. ابجد هوس. اوكي اوكي. اللعبه دي عباره عن الحروف الابجديه. حلو. اللي هي الالف ب ت س. ماشي بالظبط. هنعمل ايه؟ هنعمل من الحروف دي قصه. حلو. في سياق الموضوع يعني انا هقول جمله بحرف الالف انت تقول بالب انت تقول بالت تقول بس. اوكي اوكي. الموضوع اللي هنتكلم فيه ده دايما انا بسيبه لاختيار الضيوف. ولكن انا اللي هختار الموضوع دلوقتي. حلو. أنا مزة جميلة. ما يعني مرة من نفسي مش هيبقى لا خيال ولا واقع. حلوة الفكرة. أنا مزة جميلة والتلاتة بيتخانقوا عليا. ماشي. أوكي؟ ماشي. أنا ما بفكرش في ولا واحد فيكم. أنتوا مش تيبي. مين؟ أنت بالب. برضه هجيبك. حلوة. ده جايب من الآخر. تعال على جنب أنت كده حبيبي عشان القطة دي بتاعتي أنا. يا أختي.
بصراحة أنا بموت فيك. إيه ده بقى؟ ده بقى مش اللي حد حضرتك تريح شوية تريح وخلينا أنا مع الموزز دول. خلاص وكل الفرص. فيه 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 ده مكمل ده بيكمل. استنى أنا بنت بيه. لا ثانية واحدة بقى يا حبيبي. ألف. جملة بالألف. هو قال جملة بالألف. بيه تيه تيه. أه بس تيه. ثانية واحدة بعد التيه بيه. يعني قالها هو التعليم في لا وقال الحل بس بيقوله في البره برضه. استنى بس استنى ثمني غالي عندي يا ولد. لا لا دي جامده قوي دي. لا وشفت لساني ثمنك. بعد الس عشان الابجديه الجيم. جايز اكون بحب واحد فيكم بس انا مش قادره احدد مين فيكم اللي انسب لي. هتختاريني يا ولد. جواب محمد حلو قوي. خلاص يبقى انت تشوفي مين فينا الانسب بالنسبه لك وتختاريه. ده الشرس ده. ده الشرس اللي فيه وواثق في نفسك. ايوه انا واخده بالي. دايما وسط ظلموني وسطهم. ايه ده انا الحزين دلوقتي. زي بعض قوي مش عارفه احدد انا محتاجه مين فيكم بجد. رميك ايه هو وانا شريك. رميك هو وانا شريكي. دي اغنيه حضرتك. ومش بفكر غير فيكي. والله العظيم حلوه. طيب ده انا هقعد افليك زيهم زي بعض انما انا حاجه ثانيه. والله انا شكلي هختار الطعم ده. انا اخترته. احب انا الراسي اللي جاي من ورا الكراسي. خدني ورا الكراسي برضه. احنا وصلنا لحرف ايه ده؟ شين؟ سين. سين. خمسه اربعه سنة. انا هقول اهو. اتنين. ما انا هقول ازاي وانت بتقول. السما والارض ما يجوش في جماعة. ده قال سما وارض. ما في اصلا مفيش حاجة اسمها السما والارض. محمد بره. سما وارض. محمد بره. سما وارض. لا احنا اديناك فرصة قبل كده قلنا مش سامع. بقول لك ايه الواد ده نصاب وكل ما بنلعب حاجة. استنى استنى ريح كده شوية. يلا اديني في اليمين. خليكي ناحيتنا بقى. شعوري بينكم انتوا الاتنين بقى مش قادرة احدده. ايه الحرف؟ اختار الاشقر ولا الامور؟ ايه الحرف اللي بعد الشين؟ شين. صاد. صاد. صواحك زي الفل. فجأة؟ يعني في حاجة جوه سياق الموضوع. لازم؟ وقدامك خمسة. خمسة. اصبري بس. أربعة. تلاتة. هوترك. اتنين. وخلاص. صوابع العشرة شمع ريكي. ده بيجاوبك بالزاوية. صوابع العشرة شمع. خش علينا بضميرك وتحكميها شوشو. انا ولا ده؟ طب بصراحه انت. طب ما انا ما اكملش لعبه بقى. لا لسه لسه ما انت حاول بقى. زه بسرعه. زه. ظروفي احسن من ظروفه. كلام مقنع. ايه اللي بعده؟ انا اقتنعت جدا. عيب عليك تكذب والست عارفه ظروفي وظروفك. ده بيغني. غيرت رايي واخترت ده. ايه الحرف اللي بعديه؟ ايه الحرف اللي بعديه؟ في فؤاد في وشك 24 ساعة. لا والله ده اي كلام. لا والله انا اللي قلت. انا اللي قلت. بس بس اسكت انت. ماشي. في وشك 24 ساعة. قولك ايه في اني هسيب كل شغلي وحالي ومحتالي وهاجي اقعد لك انت. كلمني بقى عن الكلام الحلو ده. مفيش كلام يتقال بعديه. ليه؟ خمسة. لا كلام ولا اي هو بالافعال. لا كلام ولا اي كلام. انا الحق اقول الحق. وبقيت الجمله مش مهم تيجي زي ما تيجي. لا 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 خليكي فير يا شوشو بصراحه. ربنا حق حق الله. لا بس انا موهوب في اللعبه دي. انت تركن على جنب. طيب وبما اننا كسبنا بقى انا وانت يا هشام وانت اللي انا اخترته فاحنا دلوقتي هنتنقل للليفل الاصعب. فاينل راوند. انا وانت بقى. ماشي. اوكي ماشي. يلا ده النهائي ده. يلا واختار انت الموضوع عشان ما تفتكرش ان انا ايه مرتبه حاجه. تيجي نعمل ان هي واحد متجوز واحده وهي قفشته او شك فيه او كده. قفشته. ماشي. عملتيها قبل كده دي؟ لا. يلا ماشي. انت راجل خاين. بقول لك ايه اهدي شويه وافهمي واسمعي انا عايز اقول لك ايه. تقول لي ايه بس وتعد لي ايه؟ انا شايفاك معاها بنفسي. ثانية واحدة بس، أنت شفتيني فين؟ كان فين الكلام ده؟ جنب المحل اللي تحت بيتنا. حبيبتي الموضوع ده ما حصلش، أنت بيتهيألك. خسارة فيك عمر اللي ضيعته عليك. دلوقتي أنت ليه مش عايزة تقولي لي أنت شفتيني وأنا بعمل إيه بالظبط؟ زيك زي كل الرجالة، لا هقول لك ولا أعد لك، هتطلعني في الآخر أنا اللي بفهم غلط. ربنا العالم وهو اللي عارف إن أنا ما عملتش حاجة غلط ولا خنتك يا شوشو.
ذمتك دي قاستك اللي انت عمال تحلف بيها. سلام يا شوشو، وشوفي انت عايزه تعملي ايه وبيكلميني لما تبقي تهدي. شوشو ولازمتها ايه شوشو؟ ها؟ صباح الفل يا شوشو، وتمسي ولما تهدي نبقى نتكلم. ضيعت منك جوهره مش هتحسي بقيمتها دلوقتي. طيب يا اختي، انا مش فارق معاك جوهره. ظبط نفسك يا اخويا ظبط، اما انت عايز تجري عشان تروح لها. عيب. عيون قلبي قلت لك سيبيني انزل عشان ما تغباش عليك. غراب وهينحر لحد الصبح لو نزلت وسبتني. فاض انا لاهلك بقى عشان اقعد ساعه مستنيكي تقعدي تقولي لي غراب وبتاع. قمر وبحبك، هعمل ايه؟ كيف؟ كان من الاول. لازم تعصبيني عليكي؟ لا بس يعني كان نفسي يعني انت اللي من الاول كده تتراجع وتصالحني، بس هعمل انت دايما تعمل فيا كده. ما انا بقول لك دايما يا جوش بلاش تروحي وتمشي مع دماغك اللي مودياكي غلط دي، كل يوم تشكي فيا. نص ساعة وهلبس ننزل سوا بقى نتغدى بره، ماشي؟ ايه؟ هروح اخلص حاجة في السريع طب وارجع لك. وحياة امك تسيب مني يا اخويا رجلي على رجلك. يا شوشو هروح فيكي في داهية، احترمي نفسك بقول لك. حاضر. ده طايدة. هما اتخانقوا واتصالحوا 40 مرة في نفس اللحظة. مفيش أي أمل. طيب أنتوا بجد 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 كنتوا منورينا، وبجد من أحلى الحلقات اللي أنا النهاردة اتبسطت فيها، ومش عارفة أقول لكم ميرسي قد إيه إن أنتوا نورتوني وشرفتوني.